السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف دلوقتي ازاي نعمل موضوع التحديد في برنامج سولابري موديل شيكر. اجي من هنا هقوله سيلكت او ادوس 6، تمام. الاقي ان الاداة اتحولت معايا لاداة تحديد، اقدر احدد على بعض العناصر بالشكل دوت اهوت، تمام. طيب بعد ما حددتهم بلاقي عندي هنا 3 اختيارات. اول اختيار الاول ان هو بيوريني كل حاجة، كله زي الفل، تمام. طيب الاختيار اللي بعد كده بشوف الشغل اللي انا عملت عليه سيلكت هو الواضح، والباقي كله بيبقى هيدن مخفي شويه. يعني تلاحظ هنا بدا يظهر معايا الشغل اللي هو السلالم والحاجات ديت. الاختيار اللي بعد كده بيظهر بس الشغل بتاعي اللي انا عامل عليه سيلكت، والباقي كله يختفي بالشكل دوت، يعني بعمل له ايزوليت. في اي لحظه اقول له لا انا عايز اشوفهم بالشكل دوت او بدوت زي ما انت حابب.